هنا ضمن هذه الأشواط وتنافس الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ بمنافسة قوية على أرضية هذا الميدان وضمن هذا الختامي الكبير، ختامي الختاميات، ختامي الوثبة لعام 2022. هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط 18 في مجموع أشواطنا لهذا اليوم، وهو مخصصا لانطلاقة القعدان. أذهب إلى المركز الأول لكي نتابع الصدارة. يأتينا على مقدمة الشوط معيد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعى بن عتيق بن يمعى الرميثي، من يتابع معيد في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الثاني نقلتنا إلى انطلاقة محلل لهجن الشحانية سالم بن فاران المري الذي يتابع هذا الاسم. بينما في المركز الثالث العزم لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يتابع انطلاقة هذا الاسم على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول إلى مبشر لهجن سيح السلم حمد بن علي العويسي الذي يتابع هذا الاسم في هذه الانطلاقة. وخامس الأسماء يتقدم من خلال هذه اللحظات ألا وهو مرموق لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نتابع المركز السادس في هذه اللحظات القادم بكل قوة، الطويل الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وثامن المراكز. يتقدم هملول لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي، من يرافق هملول على المركز الثامن بهذه الانطلاقة. وتاسعا يأتينا من خلال هذه اللحظات ألا وهو زعفران لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سري بن سالم بن عرطي الحميري، متابعا هذه الانطلاقة. وعاشر المراكز نختم به النداء الأول ألا وهو جياش لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. هكذا النتيجة إذن للمراكز العشر الأوائل المنطلقين بقوة الحاضرين. وفي أسماء مشاهدين الأعزاء في المناطق الخلفية نترقبها بالتقدم إلى المراكز الأوائل حيث نتابع هذه المنافسة المتميزة لهذه الأسماء لهذه القعادين المنطلقة هنا في هذه المشاركة حيث تحمل السجلات الحافلة في انطلاقات هذه الرياضة. الصدارة والمركز الأول العزم، العزم يعزم إلى مقدمة الشوط، هنا يريد أن يعزم على الفوز والناموس مع هذا الانطلاق الممتاز المملوك لهجن التراث لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي الذي يتابع هذا الاسم بوجوده على طليعة هذا الشوط. بينما في المركز الثاني متقدما يأتينا محل لهجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي، متابعا هذا الشعار الأدعم بعملية التضمير والتدريب من خلال وجود هذا الاسم في هذه الانطلاقة. وثالثا على الزاوية الأخرى ألا وهو القادم في هذه اللحظات معيد، معيد يأتينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعى بن عتيق الرميثي بو خليفة، من يتابع في التضمير بوجود هذا الاسم. المركز الرابع يتقدم مبشر، مبشر المملوك لهجن سيح السلم حمد بن علي بن عامر العويسي بو زايد، متابعا لهذه الانطلاقة مع هذا الشعار. على المركز الرابع المركز الخامس هجن الرياسة مقدمة لنا
انطلاقة مرموق لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على خامس المراكز، بينما في المركز السادس نتحول إلى انطلاقة زعفران لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري، متابعا انطلاقة هذا الاسم على سادس المراكز. المركز السابع جياش لهجن الرياسة راشد بن محمد بن سم المنصوري الذي تابع جياش على المركز السابع في هذه اللحظات، وثامن ياتينا هملون لهجن الرياسة الضافر علي بن يميل الوهيبي، التاسع يتقدم في هذه اللحظات الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وهنا القادم الزم قادما لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري، مقدما الزم بأول إذاعة يدخل إلى دائرة العشر المراكز الأولى المخصص لها بالإذاعة بوجود هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الرقص الممتاز مع هذه القعدان مع هذه الأسماء المنطلقة الحاضرة بقوة في هذا الشوط مع هذا الأداء، وفي أسماء خلف الكادر الأمامي نترقبها في هذا الوجود مع هذه المؤسسات الكبيرة في عالم هذه الرياضة. ولكن إلى أين الفوز؟ إلى أين الانتصار؟ نعود مجدداً إلى مقدمة الشوط لنتابع هذا الاسم على المركز الأول. معيد هذا هو معيد، 3 كيلومترات متبقي عن خط النهاية لنحدد لنعلن الفائز في هذا الشوط. يا أبو خليفة يمعى بن عتيق الرميثي من يتابع هذا الاسم بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمتابعة يمعى بن عتيق بن يمعى الرميثي، بينما في المركز الثاني متقدما العزم ياتينا ثانيا لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروع الثالث محلل وصل بالشعار الأدعم لهجن الشحانية. طلاقة الذهبي سالم بن فاران المري بو جابر يتابع هذا الاسم في هذه المشاركة، بينما في المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات مرموقا بأداء لهجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا يصل جياش لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، يتقدم في هذه اللحظات القادم زعفران لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وهناك القادم مبشر لهجن سيح السلم حمد بن علي بن عامر العويسي. هناك أتابع هجن الشحانية تقدم لنا انطلاقة تلزم لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس المضمرين يتابع هذا الاسم في هذه الانطلاقة. يصل هملون لهجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي، كذلك أرى تايه قادما بشعار الشحانية لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. زانت المنافسة، زانت بان التحدي مع هذه الأسماء، انطلقت هذه الأسماء بقوة من أجل المنافسة المتميزة في هذا الشوط. من هو المتميز حتى الآن؟ هو معيد يا سلام على معيد، انطلاقه ممتاز على المركز الأول، يتربع على قائمة الشوط بأداء الجميل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان. يمعى بن عتيق بن يمعى الرميثي المحترف محترفا في عالم التضمير والخبرة. المركز الثاني يتقدم هنا العزم لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، عبيد عامر بن عبيد المزروعي، وين موقعنا الكيل
كيلو الأخير، كيلو تبدأ فيه السرعة، كيلو يبدأ فيه الإبداع، كيلو تبدأ فيه الانطلاقة المتميزة. مع هذه الأسماء الثالث يتقدم محلل لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، المركز الرابع حملون لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، الخامس ياتينا مرموق لهجن الرياسة بن زيتون محمد بن عتيق المهيري، ولكن عودة إلى المركز الأول. الله يا العزم 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 إلى الصدارة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان، هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، هنا بمتابعة عامر بن عامر بن عبيد المزروعي الذي تابع هذا الاسم. هذا هو العزم، هذا هو العزم، ولكن القادم على المركز الثاني محل لهجن الشحارية، ويصل هنا مرموق لهجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون، ولكن العزم يمر رمام المقصورة الرئيسية لميدان الوثبة معلنا هذا الفوز. تهانينا والناموس لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والتهنية لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز الثاني مرموق لهجن الرياسة مع بن زيتون، الثالث يذهب إلى انطلاقة محلل لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، المركز الرابع رابعاً يذهب إلى مشاكل لهجن الرياسة مع أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، خامساً هناك بانطلاقة معيد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيق الرميدي. عودة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول العزم إلى خط النهاية بتوقيت المقدرة 12 دقيقة 31 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والتهنية لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة مرموق لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. توقيت الزمني 12 دقيقة 31 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. بينما في المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة ووجود محلل لهجن الشحانية، والتهنية كذلك للذهبي سالم بن فاران المري، حيث سجل توقيتا وقدرة نشاهد من خلال الإعادة 12 دقيقة 32 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.